هلا الحكام على القرار اللي اخذوه، هيدي بكل صراحه. وتاني سؤال كان ماذا بعد هلا شو بده يصير؟ قلنا خلينا نشوف شو القانون بيقول نعمله، بس انا برايي كانت بوزيتيف، رح يكون عندها افيه بوزيتيف على سير البطوله من هلا لاخرها. اليوم انا سالت للمدربين، هذا سالته المدربين قلت لهم هلا عم بطلع فيهم عم بيسترجوا يقربوا على الزيع ما بدي طلع فيه. على كل حال انا بدي اتشكرك رئيس الاتحاد لبنان كره السله. بنروح بسرعه للحلبي ناتس هاف كورت شوت. اليوم رح يكون عندنا خمس مشاركين لنشوف اذا اليوم رح يكون عندنا فائز. لهلا صار عندنا فائزين بهيدي المسابقه، مسابقه حلبي ناتس الاولى ما عم تنجح. اكيد شيك 200 دولار بتقدمها الحلبي للفائز، والمشارك اكيد عم يربح ناتس. طيبين جدا. ثانيه منا كانت بعيده، ما بتنجح كمان الثانيه. مسقوط الحلبي بسلمه جايزته، ولنشوف مين رح يربح جائزه الشيك 200 دولار. اذا التسديد الثالثه كمان ما عم تنجح، بعد في عندنا محاولتين قبل ما ننطلق بالكوارتر الثالث، كمان ما بتنجح. اخر محاوله اليوم بمسابقه اذا الحلبي ناتس، كمان ما عم تنجح للاسف. اليوم ما عندنا فائز بشيك 200 دولار. هيدي المسابقه رح تكمل طبعا بكل المباريات المنقوله بشكل مباشر على شاشه ام تي في. ما بدنا ننسى كمان انت الملك، بعد ما حدا عم يقرب، ما بعرف شو صاير لهم الشباب، يعني ما حدا عم يقرب على يقدر يفوز بمسابقه انت الملك اللي هي 7 3 بوينتس. يلي بيفوز بيربح مسابقه بتقدمها ملك الطاووق يلي هي 1592 دولار، هو رقم البول سنتر بخصه الرقم الذهبي مثل ما مسميه. بينما اللي بيعمل 10 3 بوينتس بيربح جائزه 10000 دولار، بيتقسمها هو وان جي او بيختارها. انطلاع الكوارتر الثالث. ارتس بيرجع على ارض الملعب، ماني هاريس بمرر مقطوعه من دفاع فريق شانفيل. ارتس هو اللي عم يطلع بالطابه. جيمل ارتس بفضيه لجابرييل صليبي، بيعطيه اوبن شوت، بيسدد بسجل الصليبي، بيبرم بيطلع ببنش فريق الرياضي. ما بمزح حدا قال له صح. عمر جمال الدين كمان عم نشوفه، نجم فريق الحكم الجديد موجود كمان على المدرجات. كثير حلو على كل حال بكل مباراة بنشوف كل اللاعبين بيكونوا موجودين حد زملائهم وبينبسطوا الجمهور بيتفاعلوا معهم. ماني هاريس، ماني ميد رينج شوت بسجل ماني هاريس، 13 نقطة لهاريس، ثاني أفضل سكورر بالمباراة بعد جيفين بليك اللي برصيده 19، أو جيفين بليك 18. جابرييل أرتس بفضيه لجابرييل، كمان محاولة ثلاثية هالمرة ما بتنجح. هايك على الديفنسيف ريباوند، بيعمل كنترول علي منصور. امير سعود، امير لبرا عند هايك جوكشا، محاوله ثلاثيه، الارقام عم تتعادل، تعادل الفريقين ونقطه الخامسه لهايك جوكشا الاولى له عن الارك، الثالثه لفريق الرياضي. الرياضي عدل الارقام. ارتس لبرا عند ابراهيما، ابراهيم توماس بيعمل درايف، خطا لصالح ابراهيم توماس، خطا من كيكانوفيتش. سامي درويش اللي عم يكون افضل سكورر لبناني بالليج، معدله 21 نقطة بالجيم، رابع افضل سكورر جنرال، الاول لبناني. كيكانوفيتش عم يلم الديفنسيف ريباوند. تعادل الفريقين على النقطة 40، دقيقتين على انطلاق الكوارتر الثالث. كيكانوفيتش عم يعطي هايك، بتبقى لصالح فريق الرياضي. امير سعود، لسعود بيسدد وبيسجل نقطة 11، اول 3 بوينتس لامير سعود بالجيم. الرياضي عم يتقدم من فترة طويلة، عم يتقدم بفارق ثلاثة. جابرييل صليبي كمان عم ياخذ تسديدة ما عم تنجح. وهون في خطأ لصالح كيكانوفيتش من ابراهيم توماس. هيدا خطأه الثاني على توماس.
اسماعيل احمد. تمشي في الملعب بهالوقت. لهلا الرياضي عاملين 83 رن بدقيقتين ونص بالكوارتر الثالث. عم يروحوا على الاي ار اس. اذا الحكم رباح نجيم عم يروح على الاي ار اس، بده يتاكد من الحاله اللي صارت بين ابراهيم وكيكانوفيتش. يرجع يطلبها من غير انجل الحكم. هون سدد جابرييل. عم يطلب بطاقة. يتأكد إذا في احتكاك بين إبراهيم وكيكانوفيتش. عم يتأكد من قدمه، عم بيقول له بدي شوف قدمه لإبراهيم توماس. لنشوف شو رح ياخذ قرار الحكم رباح الجيم. سبورتسمان لايك فاول. اذا كيكانوفيتش بسجل الفري ثرو الاول، نقطه التاسعه بالجيم. بسجل كمان الثاني، صار رصيده 10 نقط. ثالث لاعب بفريق رياضي بيعمل دبل فيجرز بالنقط. 10 لكيكانوفيتش، 11 لامير، 13 لماني هاريس. البوزيشن تبع كاميرا صالح فريق الرياضي بالان سبورتسمان. امير سعود، امير بيخترق، امير سعود بسجل. حلوه كثير سلتك يا برانس، قدر يقطع البيس لاين ويسجل. ارتس سبع نقط التقدم لصالح فريق الرياضي. ابراهيم توماس تحت السله بيخسر الطابه من ماني هاريس. ماني هاريس بيعمل ستيل. فريق الرياضي عم يجرب يعمل بريك، ممكن تكون هون سله امير. هيدا اللي عمله البرانس، ضرب للمره الثانيه بنجاح عن الارك، سجل نقطه 16 وطلع الفرق ل 10 نقط. امير سعود 40 50 15 ران قدروا يعملوا لهلا لاعبي فريق الرياضي بثلاث دقائق تحديدا بدقيقتين و58 ثانيه. فريق الشوفير يلي منع فريق الرياضي من تسجيل اكثر من 35 نقطه ب 20 دقيقه بثلاث دقائق، سجلوا 15 نقطه فريق الرياضي. وهيدا اللي كنا عم نحكي عنه، الاوفنسيف كاركتر اللي بيلعب فيه فريق الرياضي. قدر فريق الشوفير يوقفوا بدفاعه، وبالاول ثلاث دقائق بالكوارتر الثالث الشيء انعكس بشكل كامل. عم نشوف جيفين بليك وامير سعود بعدهم، الجمهور عم يعطيهم تصويت لالهم. جيفين بليك بعده هو الافضل تسجيلا ب 18 نقطه، امير سعود منه بعيد بقى 16 نقطه للبرانس. اذا بالعبد الله بريدكشنز التنين، يعني الجمهور عم يعطي تقريبا مثل ما ماشي الجيم
من الأول، خاصة أمير هلأ صار تاني أفضل سكورر، كان سابقه زميله ماني هارس كتاني أفضل سكورر. كمان جابرييل تسديدة ثلاثية ما بتنجح، في خطأ لصالح فريق الشاوفيل. Out of bounds. جابرييل عم ياخذ كثير اتام جابرييل بالكوارتر الثالث. ارتس هالمره بيسجل بيكسر الران، نقطه التاسعه لجيمل ارتس. كمان امير بياخذ تسديده ثلاثيه هالمره ما بيسجل، الريباوند دفاعي لابراهيم توماس. خامس ريباوند لتوماس. ابراهيم عم يعمل جامبلينج، عم يعمل جامبلينج ما بيسجل، الريباوند دفاعي لماني هارس. كثير سريع كانت من ابراهيم توماس. كيكانوفيتش تحت السله، خطا لصالح كيكانوفيتش، رح يكون عنده اثنين فري ثرو. كيكانوفيتش عم يضيع المحاولة الأولى، 10 نقط لكيكانوفيتش. المدرب أحمد فران ومساعده أحمد يامود عم يتشاوروا مع بعض. بسجل واحدة من اثنين، نقطة ال 11، طلع الفرق لتسعة. جيفيون بليك، أرتس يوصل على السلة، أرتس ما بينجح، الريباوند لصالح ماني هارس، وخطأ لصالح ماني هارس. الغريب جيمل أرتس اليوم عم يعمل كل الصعب، بيوصل على السلة بضيع بالفنش. تاني فاول على الصليبي أمير سعود، عم يسلمه لصانع ألعابه علي منصور. علي هايك على اللو بوست، بطلع لبرا عند هارس. ماني هارس بسدد تحت الضغط، ما بينجح بالمحاولة. كيكانوفيتش بلم الريباوند، وكيكانوفيتش بيكمل بنجاح، بسجل نقطة ال 13. عم يلعب بطريقة ممتازة ممتازة اللاعب البوسني. 11 نقطة الليد لصالح الرياضي. كوارتر ثالث ممتاز لهلا لفريق الرياضي. تمريرة توصل لباتريك، باتريك لجيفيون بليك، جيفيون بليك لبرا عند باتريك معبود، التسديدة ما بتنجح. ابراهيم توماس بلم الاوفنسيف ريبوند، بسجل مع الخطأ. نقطة الخامسة. لابراهيم توماس. الفري ثرو كمان عم يضيع ابراهيم. هايك بسهوله على الديفنسيف ريباوند. خمس دقائق لنهايه الكوارتر الثالث. ماني هارس بيعطي هايك، يوكشان بفضيل علي منصور، اوبن شوت، محاوله ما بتنجح. الريباوند لمين؟ الريباوند رح يكون هجومي لصالح فريق الرياضي، وفي اوفنسيف فاول، في اوفنسيف فاول من هايك. نرجع نشوف شو صار بالإعادة. ها هون الأوفنسيف فاول، عم ياخذ بوست على جيفيون بليك، استعمل إيده الشمال. ساني سكاكيني عم يرجع على أرض الملعب. إبراهيم كمان يعطي باتريك، باتريك بعبود فيد اواي، بحبهم هول باتريك، ما بينجح. ابراهيم بلم الريباوند، بسجل ابراهيم نقطه السابعه
بيرجع بنزل الفرق لسبع نقط. سبع نقط، سبع ريباوند لابراهيم عبد الناس. أمير سعود، أمير بالترافيك بفضي لإسماعيل أحمد. السمعة يا سمعة يا سمعة، إسماعيل أحمد بسجل الثاني لإله بالجيم. قلت لكم عم يلعب هالسنة ببرسنتج عالي جدا عن أرك لثري بوينتس. وعلي منصور بيعمل كنترول على الستيل بمساعدة من ماني هارس. خطأ جديد على جابرييل، الثالث على جابرييل صليبي. بروح رياضية بيعتذر منه لماني هارس. أمير لبرا عند السمعة، أوبن شوت جديد لعلي منصور، هالمرة بسجل المنصور. أول 3 بونتس لعلي منصور بالجيم، هيدي الـ 3 بونتس السابعة لصالح فريق الرياضي. جابرييل صليبي تحت السلة، بضيع المحاولة جابرييل. بوزيشن بتروح لصالح فريق الرياضي اللي عنده ليد ب 13، لوكاس صالح على أرض الملعب بدلا من جابرييل صليبي. اخر 3 دقائق ونص من الكوارتر الثالث، صار مسجل 24 نقطة فريق الرياضي بهالكوارتر مقابل 9 لفريق الشانفير. سكاكيني عم جرب يلعب على باتريك وعبود، حلو الموف يا ساني يا سكاكيني، حلو كثير الموف. أول سلة للسكاكيني. جيمل أرتس، خطأ لصالح أرتس. رئيس نادي الشانفير أستاذ أكرم الصفا. شوف الفاول اللي عمله اسماعيل على ارتس، ثاني فري ثرو لجيمل ارتس. 9 نقط مسجل اليوم بالجيم، هو ثاني افضل سكورر بفريقه بسجل نقطته العاشرة. كمان بسجل ارتس 2-2. اخر 3 دقائق بالكوارتر الثالث، لوكاس هو اللي عم يدافع على علي منصور. ساني كمان علي، ميدرين شوت بسجل المنصور. 6 نقط لعلي. أرتس جرب يلعب معه جيف اند جو لباتريك، قدر الدفاع الرياضي يعطل التمريره لو استعمل قدمه ووقفها. امير سعود عم يرتاح على البنش، طلعت اوت مش بقدمه. زون ديفانس، عم تشوف الزون اللي عم تنلعب هون من قبل فريق الرياضي. بسدد بليك، ما عم ينجح جيفيون بليك، بلم الريباوند باتريك معبود، كمان من جديد لجيفيون، جيفيون بليك هالمرة بسجل عن الأرك، 21 نقطة لبليك، بنزل الفرق ل 12. إسماعيل أحمد، إسماعيل أحمد ممتاز يا سمعة، ممتاز ممتاز. إسماعيل أحمد 8 نقط مسجل بالجيم، حاسم دايما هاللاعب. لوكاس أرتس، جيمين بليك بمرر تسديده ثلاثية بسجل أرتس، ثاني 3 بونتس له بالجيم، 14 نقطة لأرتس. الفرق رجع نزل ل 11. ماني هارس كمان، ماني هارس 15
13 نقطة بلش يلاقي حاله أكثر وأكثر مع فريقه الجديد، بلش بطيء ماني هاريس بس لاعب كبير يعني بروفايل مخيف لماني هاريس. إبراهيما صعب كثير، صعب كثير التسديدات هول عم يخضر إبراهيما توماس، وهذا الشيء يعني بس يلعبوا بهالطريقة لاعبي فريق الشانفيل بدل إنه الأمور عم تروح أكثر على اللعب الفردي. الأسيست هو أكبر يعني نقطة بتخلينا نأكد هذا الشيء بالأرقام، 8 أسيست لهلأ لفريق الماريست الشانفيل مقابل 15 لفريق الرياضي، يعني الرياضي أغلب نقطه عم تجي من تمريرات بينما اللعب الفردي أكثر عم يروحوا عليه لاعبي فريق الشانفيل، خاصة هون بلشنا نشوف تسديدات صعبة وشوي جامبلينج من اللاعبين مثل اللي عملها هلأ من وقت قليل إبراهيم توماس، وهذا الشيء رح يريح كثير كثير دفاع فريق الرياضي. جيفن بليك اللي هو ثاني لاعب بيعمل اسيست بالليج، 8 اسيست بالمباراه الوحده، اليوم عامل بس 2 تو اسيست، وهو عدد قليل لصانع العاب فريق الماريس. ماني هاريس، ماني هاريس بسدد، ماني هاريس هالمره ما بينجح، ابي خرس من الديفنسيف ريباوند. جيفن بروح على السلة، ما بسجل جيفن بليك، الريباوند لصالح اسماعيل، كمان اسماعيل وين ما كان عم يلم الريباوند السمعة. ساني سكاكيني ماني هاريس بطلعوا له هلا برا عند السكاكيني، بيعملوا درايف على السلة، ساني سكاكيني ومتابعة كمان من مين؟ من اسماعيل احمد اللي عم يسجل نقطته العاشرة بتب، اللاعب اسماعيل احمد عم يسجل وعم يطلع الفرق حاليا ل 15 نقطة مع نهاية الكوارتر الثالث 54-69. فريق الرياضي يلي سجل بالربع الثالث 34 نقطة، تخيلوا سجل 17 نقطة بالكورت الأول الرياضي، سجل 18 بالثاني، سجل 34 بالثالث، يعني سجل بالثالث قد ما سجل بأول اثنين كوارترز. وحكيت عن هيدي النقطة وقلت إنه دفاع الشانفيل اليوم متفوق على حاله على حساب هجوم الرياضي، اللي صار بالكوارتر الثالث رد الصورة تقريبا مثل ما كانت، يعني عم نشوف فريق الرياضي صار عنده 69 نقطة، بطل بعيد كثير عن الافرج اللي هو عادة بيعمله بالمباراة الوحدة اللي هو 88 نقطة، ودفاعه اللي هو الأفضل لهلا بالليج اللبناني ب 64 نقطة فاصل 3 كمان، يعني فريق الشانفيل صار معه 54 نقطة لهلا مع نهاية ثالث كوارتر. دفاع الرياضي وهجومه بالكوارتر الثالث تميزوا بشكل كثير كبير، لوكاس ما بينجح بالتسجيل، الريباوند لمين؟ الطابة بتبقى مع جيفن بليك، ارتس بسدد ما بيسجل عن الارك، الريباوند عم يكون لماني هاريس. علي منصور علي لهاريس فك من سكاكيني، كمان علي بخلي الطابة بايده، علي بيروح على السلة، في كلوك فايوليشن،
جافيون بليك 21 نقطة لقلوا بالجيم. إبراهيم توماس بمرر توصل لمين؟ في خطأ، خطأ لصالح جو اللي عمل قط من الهاي بوست. أمير سعود عم يتحضر للعودة لأرض الملعب، أكثر لاعب مسجل 3 بوينتس 2 اليوم، يعني إسماعيل 2 3 بوينتس، أمير سعود 2 وأرتس 2 3 بوينتس، بعضهم بعاد ليكون عم يقدروا يخلصوا، يكون أنت الملك، مسابقة أنت الملك، بعضهم بعاد. أبي خرس الفري ترو الأول بينجح فيها، نقطة الخامسة بالجيم. سجل الثاني، ست نقط لعبي خرس. جمهور الشانفيل الكبير اليوم، بالفعل بلش يعني جمهور الشانفيل يزيد مباراة بعد مباراة. أمير ما بينجح عن الارك، الريباوند كمان لعبي خرس، الخامس لقله بالجيم. جيمل ارتس، ارتس عم يعطي جو، لوكاس، لوكاس صالح لجيفيون بليك، بياخذ تسديده ما بتنجح، بلم الريباوند، ارتس بيسجل نقطه 16، بيرجع بنزل الفرق ل 11 نقطه. امير سعود عم يكون كمان اكثر لاعب عمل تمريرات لهلا بالجيم، خمسه اسيست مع نقاطه 16. عم تشوفوا لامير بيعمل موف، بيطلع الطابه، امير بوجه في لوكاس صالح، بعد عنده خمس ثواني. امير سعود ستيب باك بسدد، بسجل امير، ما معقوله ما معقوله، من وين سدد وسجل؟ من ساحه النقاش ضرب امير سعود وسجل نقطه 19، ثالث 3 بوينتس له بالجيم. شوفوا شو عمل امير هون، قرب عليه لوك، ليك قد رجع، ليك قد رجع لورا، رجع لورا كمان، كب ستابك جديده وسدد وسجل واخذ. سجل كمان فري ثرو، صار رصيده 20 نقطة، حلوة كثير، حلوة كثير، لوكاس، لوكاس صالح بسجل أولى نقاطه بالجيم. أمير سعود صار بعيد نقطة واحدة عن جيفن بليك، 21 لبليك، 20 للبرنس، لعبد الله بريدكشنز والعاني، وهون المحاولة من السكاكين ما بتنجح، بليك بلم الديفنسيف ريباوند، بيطلع بالطابة جيفيون بليك، بروح اول ذا واي اند 1 اند 1 لجيفيون بليك، نقطة ال 23 وبياخذ الخطأ. سريع مع فينش ممتاز لجيفيون بليك. يكون كمان عنده فري ثرو برصيده 23 نقطة. بسجل فري ثرو نقطة ال 24، 7 دقايق ونص لنهاية الجيم، الفرق بيرجع بينزل ل 10. بريس، بريس عم تنلعب من قبل فريق الشانفيل، بيقطعوها ماني هاريس، لعبوا زون بريس وعم يرجعوا إذا ماني غلطان للزون. علي ماني هاريس، ماني ما بسجل، ريباوند لصالح فريق الشانفيل، جو بخرس هو اللي لم الطابه، توصلها لمين؟ سريعه كانت التمريره من لوكاس، هول الاغلاط اللي عم يغلطوهم اليوم فريق الشانفيل، ومنه راضي عن هالشيء ابدا المدرب صباخوري، غلطوا كثير اليوم بالفاست بريك، ضيعوا كثير فرص. شوفوا هون تمريره لوكاس لجيفيون بليك، هيدا الشيء ما خلوهم يستفيدوا ابدا من بونت فروم تور اوفرز يلي ارتكبوهم الرياضي، الرياضي عنده 9 تورن اوفرز، سجلوا 5 نقط بس من التورن اوفرز اليوم فريق الشانفيل لهلا بالجيم. امير كمان بسدد، هالمره ما بيسجل البرانس، تمريره طويله توصل لارتس، بروح على السله، غريب ارتس، غريب هاللاعب كيف بكبها، بس يوصل على السله بكبها كيف ما كان، كانه بقول لها للطابه روح فلي عني، ما بروح على البورد. شوفوا كيف كبت جيمل ارتس هون، قطع
شوفوا كيف كبه، يعني كان في روح اكثر على السله، قدر ياخذ الخطا. رح نشوفه على الفري ثرو، 16 نقطه لارتس. ضيع المحاولة الأولى. هذه رابع رمية حرة عم تضيع على فريق الشانفيل اليوم بالجيم. بسجل الثاني. نقطة 17. الفرق بيرجع بينزل لتسعة. ست دقايق ونص، جمهور الشانفيل عم يطالب فريقه بالديفانس، عم يسمعهم كلهم ديفانس. معين أحمد بمرر تحت السله كيكانوفيتش. شو هالكيكانوفيتش، شو هالفينش، 15 نقطة لكيكانوفيتش. جيفين بليك بمرر لابراهيما، ياخذ تسديدة، هيدي الأولى من امتين ابراهيما من مباراة الهومنتمن لما سجل 7 من 9 على الأرك. صام وصام وصام، وأتت الثلاثية الأولى بعد 3 مباريات لابراهيما توماس، نقطته العاشرة الأولى لإله بهالجيم. شوف ابراهيما توماس عمل البيك، أخذ هو التسديدة وأخذ مع الخطأ. 10 نقط لابراهيما توماس. الفري ثرو بسجلها كمان ابراهيما، نقطته 11. نزل الفرق لـ7. تايم أوت للمدرب فران. أكيد المدرب فران عارف إذا ابراهيما توماس مشيت معه ما بقعد يتهدى، لأنه بيذكر كثير منيح مباراة الدينامو والرياضي بالروكلاند أرينا الموسم الماضي، شو قدر عمل ابراهيما توماس. علي الطابة توصل لمين؟ لاسماعيل احمد تحت السلة، لعبوا ضد البريس بشكل ممتاز لاعبي فريق الرياضة والسمعة، سجل نقطة ال 12، اكس فاكتور بهالجيم اسماعيل احمد. جيفين بليك بيطلع لبرا بياخذ تسديدة ثلاثية ما بتنجح، ريباوند لصالح المنصور. ماني هاريس، ماني هاريس بسجل مع الباك بورد، 17 نقطة لماني هاريس. بالوقت الحساس ماني هاريس عم يكون موجود، وبيرجع بيطلع الفرق ال 11، 4 نقط بعد التايم اوت سجلوا لاعبي فريق الرياضة، رجعوا ارتاحوا 5 دقايق ونص لنهاية المباراة. تايم اوت المدرب صباح كوري. After this,
تايم اوت انتهى. الفريق اللي بيرجع على ارض الملعب، باتريك بوعبود كمان على ارض الملعب بدلا من جوعبي خرس. جيفير بليك، ارتس، ابراهيم عم يسلم ارتس، ميد رين شوت بسجل ارتس، 19 نقطة لجيمال ارتس، بيرجع بنزل الفرق لتسعة، لأقل من 10. سمعة دبل تيم، دبل تيم على ماني هاريس، بيقدر يطلع منه ماني هاريس. شوفوا ديكانوفيتش عمل البيك، جرب يلعب الرول، ماني هاريس اخذ هو التسديده ما بيسجل. باتريك معبود على الديفنسيف ريباوند، جيفين بليك بياخد تسديده ثلاثيه هي بيسجل بليك، 27 نقطه ثاني تري بوز بالجيم، الفرق نزل لسته. دش يا دني، المباراه عم ترجع لتكون حماسيه بشكل كثير كبير. باخر اربع دقائق ونص هل رح يقدر الشامبيون يعمل هالستوب امام بطل لبنان بالوقت الحساس؟ امير سعود بمرر للسمعه، اسماعيل بيعطي كيكانوفيتش، كان عم يجرب يلعب، عم يجرب يلعب على ابراهيم، ما بيسجل الريباوند لجيمال ارتس، قدروا عملوا ستوب، قدروا عملوا ستوب رجال المدرب صباح خوري جيمال ارتس. ارتس بخلي الطابه بايده، ارتس مش معقول، مش معقول يلي عمله ارتس، منه مصدق صباح شو عمل جيمال ارتس، شيء ما بيتصدق، شيء ما بيتصدق. شوفوا شو عمل جيمال ارتس، حطوا بريشر عليه، بريشر بريشر، رجع عمل كنترول هون وكبا لمين؟ للوحة الإعلانات. أمير كيكانوفيتش بيسلم كمان لبرانس، كيكانوفيتش ميد رين شوت ما بيسجل، كيكانوفيتش الريباوند لجابرييل صليبي بكب له إياها لقدام لجيفيون بليك، بليك جافيون بيخترق بيوصل على السلة، بلوك شوت بلا بلوك شوت انعمل، امير سعود بروح على السلة، امير شو هيدا يا برانس، شو هيدا يا امير، الامير مخيف. شوفوا بالريبلاي اول شيء البلوك شوت يلي انعمل من كيكانوفيتش اذا ماني غلطان، وشوفوا الاستاذه من امير سعود، مش معقول امير، مش معقول. 22 نقطة للبرانس، بياخذ كمان الخطا، بسجل البرانس نقطه ال 23. جيفيون بليك، جيفيون بليك بروح على السله، بسجل جيفيون 29 نقطه لبليك، 3 دقائق و 15 ثانيه تقريبا لنهايه المباراه، الفرق بيرجع بينزل لسبع نقط، 75 82. علي منصور، علي كيكانوفيتش للبرانس، امير بعد عنده خمس ثواني بفضيه لهايك، هايك بياخذ تسديده الثلاثيه وبيسجل بتمريره حاسمه للسعود، ثمان نقط لهايك جوكشيون، ثاني تري بوينت له بالجيم، الفرق بيرجع بيطلعوا لعشره، ثمانية اسيست لامير سعود، عمل 23 نقطه 8 اسيست، شو هالليدر شيب لامير سعود. كمان ارتس بسدد عن الارك، بسجل ارتس تو فولز او نقطتين او ثلاثه لنشوف، ثلاثه 22 نقطه لارتس، ثلاثه تري بوينت، امير بفضيله كيكانوفيتش. شوفوا امير، شوفوا امير كيف ببطئ بسرع برجع، قد ايه بيعرف الجيم. وهايك لا يا هايك، جوكشيا عم ينجح بسجل نقطه ال 11، ثالث تري بوينتس لهايك جوكشيا. وهون في خطا، في كونتينويشن هون، السله محتسبه لبليك، 31 نقطة. شوفوا كيف قدر يقطع عن علي منصور، فنان بصراحة جيفيون بليك، كيف قدر راح يمين رجع خلص بايده الشمال، سجل نزل فرق لثمانية وعنده كمان فري ثرو، 31 نقطة، أربعة فاولز على كيكانوفيتش، دقيقتين وثلاث ثواني لنهاية الجيم،
9 اسيست لامير سعود، الاسيست الاخير اعطيه لهايك بالتسديده البعيده، بليك بضيع الفري ثرو، الريباوند لصالح هايك، 9 ريباوند لهايك جوكشا، 9 اسيست لامير سعود، عملوا شغل كبير اليوم هايك وامير، شغل كبير، امير مش معقول، مش معقول يا برانس، 25 نقطة ببطئ بسرع مثل ما بده، شوفوا شو عمل، عمل ازيتيشن راح على السلة سجل بايده الشمال وأخذ الخطأ كمان، خمسة وعشرين نقطة لأمير سعود بسجل نقطة 26. جيفيون بليك بمر الأمير لأرتس، أرتس بسدد بسدد أرتس ما بينجح، ريبوند لمين لصالح كمان هايكي جوكشا عم يعمل دبل دبل هايكي جوكشا، وماني هارس عم يستعرض وعم يسجل نقطه 19 حاليا ليطلع الفرق ل 13 نقطة، تايم أوت دقيقة و 32 ثانية لنهاية المباراة. أعلى رقم بمباراة للاعب لبناني سجل لهلا بموسم سنبس بطولة لبنان هو سيرجيو درويش 34 نقطة، ثاني أعلى رقم للاعب لبناني بمباراة هو لجيمي سالم 26 نقطة، لاعب هومنتن سجلوا بسنة فريق هوبس 31/10/23 عم بيعدل هالرقم أمير سعود ليكون الرقم الثاني الأعلى لبنانياً بمباراة واحدة. لبليك اللي رح يقدر يحافظ على صدارة هداف سنبس بطولة لبنان لأنه كان عنده تقريبا حوالي 25 نقطة بالجيم 24 نقطة فاصلة 8 اليوم قطع معدله. جافيون كمان جافيون بليك بياخذ تسديدة صعبة بسجل بسجل نقطه ال 34 ثالث تري بوينت له بالجيم كمان بيعمل ستيل جيفيون بليك بسجل نقطه 36 رقم جديد بسنبس بطوله لبنان بهالموسم الاعلى بمباراه وحده وهون مقطوعه كمان باتريك بمر لجيفيون بليك جيفيون بليك بفضي لارتس بياخذ التسديده الثلاثيه ما بينجح جيم الارتس والفرق 8 نقط لو سجل كان نزل الفرق لقديه كان نزل الفرق لخمسه باخر دقيقه وبليك كان يمكن قادر ياخذ هو التسديده شاف زميله مكشوف فاضي جيم الارتس عطاه اياها لكن جيم الارتس ما سجل والتقدم بقي التقدم هون 9 لصالح 84/93 مش 85 شباب حسب ما مبين عندي بالملعب جابرييل صليبي اللي بيطلع بالاخطاء الخمسه فاول اوت بيكانوفيتش بيعطي ماني هاريس علي منصور ما بيقدر يطلع من الدفاع كيكانوفيتش اوف يا كيكانوفيتش اوف يا كيكانوفيتش شو هالموف الحلو 17 نقطه لكيكانوفيتش بيرجع بيطلع الفرق ال 11 مارفن سركيس بسجل مارفن بيسجل مارفن سلة ثلاثية إذا لمارفن سركيس نص دقيقة لنهاية الجيم علي منصور علي بيعطي البرانس وهون في خطأ لصالح أمير سعود رح يكون عنده اثنين فري ثرو أمير إذا سجل على الأقل وحدة من اثنين رح يصير ثاني أعلى لاعب لبناني بسجل بمباراة بعد سيرجيو درويش اللي عنده 34 26 نقطة للفرنس هيدي 27
بسجل نقطة ال 28 أمير سعود. آخر 24 ثانية بالجيم. شانفيل عنده بعد 20 ثانية لنهاية المباراة. الرياضي متقدم بفارق 10. مارفن سركيس خطأ لصالح مارفن. كمان رح يكون عنده 2 فري ثرو مارفن. مارفن سركيس بضيع الفري ثرو الاولي. بسجل وحده من اثنين مارفن سركيس نقطه الرابعه بالجيم. دبل تيم دبل تيم وهون لنشوف على الحكم في خطأ من مارفن. خطأ من مارفن لصالح كريم زينون. كيزي رح يكون عنده 2 فري ثرو. الرياضي بالمرحلة المقبلة عنده مباراة مهمة جدا على أرضه الأربعاء المقبل أمام فريق هومنتمن. ثلاث نقط للزينون. الأولي بسجلها كيزي. بسجل كمان الثاني كريم. آخر ثواني المباراة. مارفن بيعطي باتريك بو عبود. بيلعبوها فير بلاي. 88-99. إذا فريق الرياضي بحقق فوز جديد لإله بستبس بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على فريق الماريست الشوفيل ب 11 نقطة. 88-99. رح نجرب نكون بمقابلات مع انا وزميلتي جاجا مع لاعبين و رح نجرب نكون بركي مع مدرب فران مع كمان امير سعود. رح نبلش اول شيء مع كوتش احمد. كوتش يعني ما كانت ابدا هينه اليوم المباراه خاصه بالشوط الاول. متوقع صراحه. انا قلت لك فريق شانفيل فريق منيح بيلعب كثير منيح على ارضه. دفاعك بالكوارتر الثالث 100%. الفرق كان بالديفنس بالكوارتر الثالث. اول تو كوارترز كان الجاب ديفنس تبعنا والسبورت من الويك سايد كان ضعيف كثير. سو قدرنا نحط انرجي اكثر. بس اسم الله عليه جايفن بليك طياره من اللعيبه المميزين هالسنه. 36 نقطه 36 نقطه ب 88. سو ما كان له حل اليوم. بيج كريدت للشباب. فيري جود اواي وين مبسوط فيه. بس نحن تعرف الرياضي مثل الديزل بكير بعد كثير بكير بعد كثير. الاربعاء المقبل مباراه مهمه كثير. اشتقنا. يعني عندها قفيش كثير مهم. انا على الصعيد الشخصي بالنسبه كثير انت هومنتمن الرياضي في اثنين فينال ضد الهومنتمن. وحده ربحانه وحده خسرانه. سو هيدي الجيم دربي بكل معنى الكلمه. يعني مثل الرياضي حكمه مثل هي دربي بيروت لانه هومنتمن بيروت باي ذا واي 100% صحيح. سو فريقين بيروتيه على ارضنا. بدعي كل جمهور الرياضي يكون فول هاوس. بيكون اول فول هاوس هذا الموسم. لوكينج فورورد فور ذيس جيم. اتس غانا بي ا بيج جيم. والتر هاتش نقدر نربح ونكمل. والتر هاتش كمان دائما امام الرياضي بفرش ليفل عالي. بالنسبه لنا اكيد يعني تركيزنا بده يكون على والتر بهيدي الجيم لنقدر تو كنترول هيم. بس فريق الهومنتمن كله فريق بلش يتجانس بلشوا يلعبوا كثير منيح مع بعض. سو برجع بقول لك قمه المرحله الجاي بعتقد هي رياضي هومنتمن. صح. سو ان شاء الله بتكون جيم حلوه كثير للجمهور. اكيد في فول هاوس جمهور الرياضي كمان يكونوا فول هاوس لانه بوجودهم بنحس بالامان. انا بدي اتشكرك لك مبروك من جديد.